هاي سبسكرايبر، من المقرر يوم 12 من أيلول الإعلان الرسمي عن هاتف الآيفون 8، ومع اقتراب هيدا الحدث المهم والمنتظر لكل عشاق أبل رح نستعرض سويا أهم 6 ميزات رح تكون مرافقة لهاتف الآيفون 8. رقم 1، نظام تشغيل الأحدث، ألا وهو الـ iOS 11. أحد أبرز الخصائص النظام الجديد تضمنه لخاصية الأمان أثناء القيادة، بحيث تعمل هذه الخاصية على حجب كافة الإشعارات أثناء القيادة، وتعتمد هذه الخاصية على حركة الهاتف. رقم 2، الشحن اللاسلكي، ميزة إضافية رح تنضاف للنسخة الثامنة من آيفون، واللي انتظرها كتير من عشاق الآيفون لسهولة الاستخدام بعيدا عن كابلات التوصيل. رقم 3، سلاسة ألوان، على ما يبدو أنه آيفون 8 أو آيفون 8 رح يكون بثلاث ألوان وقت الإطلاق، على أن يتم إطلاق ألوان إضافية بوقت آخر، والألوان رح تكون ببداية الإطلاق الأبيض والأسود والوردي. رقم 4، شاشة بحجم الواجهة الأمامية، من المتوقع أن تغطي الشاشة الواجهة الأمامية بالكامل بحسب التسريبات، بحيث يبلغ حجم شاشة آيفون 8 5.8 إنش. رقم 5، البصمة الخفية، سيكون متوفر بهاتف الآيفون الجديد بصمة خفية اللي يمكن استخدامها أثناء الطوارئ، فمثلا عند وقوع عمل إرهابي أو احتجاز رهائن بإمكان المستخدم الضغط على هذه البصمة اللي رح يستطيع بوقت سابق ترجمتها إلى مكالمة خاصة بأجهزة الطوارئ. رقم 6، اختفاء زر الهوم أو زر الرئيسي، بما أن واجهة الآيفون 8 رح تكون كلها من الزجاج فلا داعي لوجود زر الهوم، ومن المتوقع أن تقوم أبل بإلغاء الزر وكذلك بإلغاء المستشعر يلي كان يرافق زر الهوم أو زر البتن أو هوم بتن بالإصدارات السابقة. هيدي كانت أبرز 6 ميزات متوقعة بهاتف الآيفون 8، فخلينا ننتظر يوم 12 أيلول لحتى نتعرف أكثر. لحين الإطلاق بنرجع منلتقي، كان معكم محمد، إلى اللقاء.